ويبدأ المسلسل مع وينيز داي وهي ماشية في المدرسة الثانوي، مش عاجبها أي حد وعمالة تتلفت حواليها على كل الموجودين في المدرسة علشان خاطر هما بيتنمروا على كل اللي حواليهم. وبعدها بتلاقي الطلاب رابطين أخوها وحاطينه جوه الدولاب، وهي عندها قوة تقدر تعرف بيها الأحداث. وبتروح وينيز داي للطلاب دول وبيكونوا موجودين في حمام السباحة، طبعا عايزة تنتقم لأخوها وبترمي عليهم سمك متوحش في المية. والمدرسة بتفصلها بعد ما مات الطلاب بسبب اللي عملته، وأبوها بيقرر إن هو يوديها المدرسة اللي كان موجود فيها هو ومامتها. والمدرسة دي بتكون مدرسة المنبوذين، وبيكون شاب بيتفسح قريب من المدرسة، وفجأة حاجة بتهجم عليه وبيموت، وهنعرف بعدها إيه هي. وبنروح لوينيز داي هي وأبوها وأمها وهم في الأكاديمية، وبتعرف إن أمها صاحبة المديرة. وبعد ما بيقدموا لها في المدرسة، أمها بتعرفها إن دي آخر فرصة ليها، ومديرة المدرسة بتعرفها إن هي هتقعد في نفس الجناح اللي والدتها كانت فيه، وهناك بتعرفها على قيمة زميلتها في الغرفة واللي بتبقى من المستذئبين. وبتاخدها زميلتها جولة في المدرسة وبتدي تعرفها على كل زمايلها، واللي منهم مصاصين الدماء ومستذئبين وأصحاب قدرات خاصة وحريات. بعدها بيقابلوا واحد زميلهم وبيعرف قيمة إن زميلتها الجديدة دي قتلت ناس في مدرستها كلها، خلي بالك منها لأنها واضح إنها من أكلي لحوم البشر. وبتبصله وينيز داي نظرة مرعبة وبتقوله إن هي بتقطع البشر حتت وبترميهم للحيوانات الأليفة، فبيسيبهم وبيهرب بسرعة. وبتروح وينيز داي علشان تودع والدتها ووالدها، ووالدها بيبعت وراها ايد علشان تخلي بالها منها وتراقبها وتبعت له تقرير كل اسبوع عن اللي هي بتعمله، والايد دي بتكون اسمها سينج. وينيز داي بتطلع الأوضة بتاعتها وبتدي تفرض سيطرتها في ترتيب الأوضة على مزاجها، وبتنزل تمشي في المدرسة تشوف في حلبة المبارزة بنت اسمها بيانكا، وهي بتتنمر على كل اللي بيبارزوها كون كذبة روان، وبتتنمر عليه وبتقوله ان هو ضعيف وان مفيش اي حد قوي هنا علشان هي تبارزه. وبتتحداها وينيز داي وبتقولها ان هي هتبارزها، وبتقولها ان هي عارفة ان هما بيقولوا عليها ملكة النحل، بس تخلي بالها لان النحل لما بيلتح حد ممكن يموته. بيبتدوا اول جولة وبيتعادلوا هما الاتنين، وينيز داي بتقولها احنا هنلعب الجولة الجاية من غير الاقنعة، واللي هيتجرح فينا الاول هو اللي هيبقى خسران. الحظ ما بيحالفش وينيز داي، وبتتجرح هي وبتكون متضايقه جدا. لما بتخرج بتلاقي تمثال وقع عليها من فوق المبنى، وقبل ما ينزل عليها بيلحقها زفير وبينقذها، وبدل ما بتشكره بتقول له انقذتني ليه علشان تبقى ليك فضل عليا، لكن هو بيعرفها ان هي انقذته زمان، انهم زمان وهم كانوا صغيرين كانوا بيلعبوا سوا في جنازة واحد من صحاب والدهم. ساعتها اتحبس في تابوت وهي خرجته منه، وبيقول لها اعتبري ده رد للجميل، وبتشكره وينيز داي وبترجع لغرفتها. وفي الغابة بيظهر المحقق مع المساعد بتاعه، وهما بيحققوا في موت الشخص اللي مات في الغابة، وبيكون مقتول بطريقة وحشية وأجزاءه مرمية في كل مكان في الغابة. وبيفكر يقول للصحافة إن السبب هو دب بري، ولكنه شاكك إن السبب جاي من الأكاديمية. وبنروح لوينيز داي وبتكشف وجود سينج، وبتقوله إن هي عرفته من ريحته، وبتعرفه إنها ممكن تحبسه في مكتبها لحد آخر السنة، يا إما يعقد معها اتفاق وإن هو ينفذ كل أوامرها وساعتها مش هتحبسه. وبيوافق سينج، والمديرة بتاخد وينيز داي للطبيبة النفسية اللي في المدينة، وبتوافق وينيز داي بس علشان تقدر تهرب منها. وبتتريق على المديرة وهي في الطريق، وبتطلع للطبيبة النفسية وبتطلب منها انها تكتب 3 روايات، وبتعرف منها ان علاقتها مع والدتها متوترة. ولكن وينيز داي بتطلب منها انها تدخل الحمام، وبتطلب من سينك ان هو يديها مبرد الضوافر علشان تفتح الشباك، وبتفتحه فعلا وبتهرب عن طريق المواسير اللي بره الشباك. وفي الطريق بتخبط في سواق عربية تفاح، وبتشوفه وهو عامل حادثة ورقبته مكسورة، فبتهرب منه بسرعة
وبتدخل مطعم وهناك بتلاقي عامل وبتطلب منه قهوة فيها مكعبات تلج، فبيقول لها إن المكنة عطلانة ومش عارف يصلحها، فبتقرأ التعليمات اللي بتكون مكتوبة باللغة الإيطالية وبتقدر تصلح له المكنة وبيشكرها، وبتطلب منه إن هو يطلب لها عربية علشان تركبها، وبيقول لها إن هي ممكن تستخدم الإنترنت وإن هي تطلب من نفسها. بتقول له إن هي ما بتحبش التكنولوجيا وما بتحبش حاجة تسيطر عليها، وبتعرض عليه إن هي تديله فلوس على يوصلها بسرعة، لكن هو بيقول لها إن هو مش هياخد منها فلوس، وإذا كان هيوصلها هيوصلها بس علشان خاطر هي صلحت له المكنة، بس بشرط إن هي تستناه لما يخلص شغله. وفعلا وينزداي بتقعد علشان تستناه علشان يوصلها، وبيدخل مجموعة من المراهقين وبيعرفوا من لبس وينزداي إن هي من مدرسة المستذئبين، وبيبتدوا يتنمروا عليها وبتضربهم هما التلاتة، وبيدخل عليهم المأمور غلين وبيكون والد تيلر، بيعرفوا تيلر إن وينزداي اللي ضربت التلات مراهقين لوحدها. وبعدها بتيجي ميسس لاريستا المديرة، ولما بيعرف اسم وينزداي كامل بيقول إن والدها كان متهم في قضية قتل، عرفها إن هو هيقبض عليه في يوم من الأيام، وبتمشي وينزداي مع ميسس لاريستا وبتكون مصدومة من اللي سمعته عن والدها، وبتطلب من لاريستا تقول لها عن قضية والدها، وبتقول لها ما تفكرش في الموضوع ده. فبتحاول هنا وينزداي تبني صداقات جوه المدرسة علشان تعرف معلومات أكتر، وفي الطريق بيلاقوا نفس السواق العربية التفاح وبيكون عامل حادثة، وينزداي بتقول للاريستا إن هي رقبته أكيد اتكسرت في الحادثة، والمديرة مش بتهتم بكلامها. وبتوصل وينزداي المدرسة وبتطلب من زميلتها إيمت إنها تعلمها استخدام الكمبيوتر في مقابل إنها تخليها ترجع أوضتها زي ما هي عايزة، وبتوافق إيمت. وفي الوقت ده بتكون وينزداي بعتت سينج لتيلر وبتخليه يتصل بالرقم اللي مكتوب على إيده، وبتطلب وينزداي من تيلر لما بيكلمها هو يجي يوم عيد الهلوين علشان يوصلها للمحطة زي ما اتفقوا، وبيوافق تيلر وبيكون مهتم بشخصية وينزداي الغريبة، وبيبقى عايز يساعدها من الهروب من المدرسة. وبيجي يوم عيد الهلوين وبيتقابلوا سوا في الحفلة، وميسس لاريستا بتكون مراقباها طول الوقت، تدفع وينزداي لواحد من المسؤولين عن الألعاب فلوس علشان خاطر يشغل المديرة، وتبتدي تهرب من قدامها. بعد ما بتهرب منها هي وتيلر بيلاقوا المراهقين اللي هي ضربتهم في الكافيه، وبيطلب منها تيلر ان هي تجري وتهرب من المراهقين دول، وبتخبط في روان وبتشوفه وهو ميت، وبعدها بتشوفه وهو رايح الغابة، فبتجري وراه علشان تنبهه علشان خاطر هي الرؤى بتاعتها تعرف ان هو هيموت. فروان بيرفعها بقدرته الخاصة لفوق وبيقول لها انك لازم تموتي لانك ممكن تكوني سبب في دمار المدرسة بالكامل، بيوريها صورة عنها في كتب التاريخ. سألوا وينزداي لو هو عايز يقتلها فعلا علشان خاطر صورة، وبيقول لها روان ان والدته كانت عرافة وبتتنبأ بكل الاحداث اللي هتحصل، وكانت عارفة ان هي هتيجي المدرسة وان هي هتكون في سبب الدمار للكل وهتسبب الموت لكل الموجودين. وفجأة بيظهر وحش ضخم جدا من ورا روان وبيقتله، وبتتحقق الرؤى اللي شافتها وينزداي لحظة ما خبطت فيه، وبتكرر وينزداي ما تهربش من المدرسة لحد ما تفهم أكتر عن جريمة قتل والدها، عن ليه هي هتكون السبب في دمار المدرسة. وبتيجي الشرطة تدور على جثة روان بعد ما بلغت وينزداي عن موته، ولكن الشرطة ما بتقدرش تلاقي حاجة، وبتروح وينزداي للمديرة عرفها إن أكيد في حد بيتستر على جريمة قتل روان. وفجأة بيظهر قدامهم روان وهو عايش، وبيقول لهم إن مفيش حاجة حصلت له، والمدرسة كلها بتبتدي تتكلم عن تخيلات وينزداي عن روان. وتاني يوم بتقرر مديرة المدرسة طرد روان من المدرسة من غير سبب معروف، وبتعاقب وينزداي بالاشتراك مع زمايلها في نشاط مدرسي. بيبلغها سينج إن هو شاف روان، وبتروح بسرعة علشان تتكلم معاه، وبتوصلهم ميسس جينس بالعربية، وبتبعت وينزداي سينج علشان يراقب روان من غير ما حد ياخد باله. وبيوصل مع روان المحطة، وهناك بيدخل روان الحمام وبيتحول لشخص تاني، وبيسيب الشنطة بتاعته وبيمشي، وبيتلخبط سينج
وبيروح يبلغ وينزداي باللي حصل في الوقت ده، وبيظهر الشخص الغريب اللي هو هيتحول للميسس لاريسا، وبيظهر كده ان هي الشخص اللي بيحاول يتسطر على موت روان. وفي المدرسة بتقرر وينزداي انها تدور على الكتاب اللي شافته لحظة ملامس روان، وبيبقى هو نفس الكتاب اللي فيه صورتها لحظة تدمير المدرسة. وبتدور في مكتبة المدرسة ولكن مش بتلاقي حاجة، وبتشوفها ميسس جينز وبتوريها العلامة اللي لقيتها في الورقة، وبتقول لها ميسس جينز ان هي موجودة هنا ولو تحب تتكلم معاها في اي وقت هتكون هي موجودة. وبتقول لها العلامة دي علامة المدرسة ايام زمان، يعني علامة قديم. بعدها بتروح وينزداي للطبيبة النفسية وبتقابل هناك تيلر اللي بيكون بيروح لنفس الطبيبة، بتسأله هو شايفها مجنونة زي ابوها وزي بقية الطلاب، وبيقول لها تيلر ان هو مصدقها. وبترجع وينزداي المدرسة وبتروح مع سنجل وأوديت زفير، وبتشوف رسمة ليها في كتاب وبتعرف ان هو معجب بيها، وبتسمع صوت جاي فبتستخبى تحت السرير، وسنج بيجري يستخبى في الحمام. وبتظهر بيانكا وبتقول لزفير ازاي هو معجب بوينزداي وايه المميز فيها وايه اللي خليه يتشد لها، ايه اللي خلاه ينقذها من روان اللي كان عايز يقتلها. وبيقول لها ما تتدخليش في حياتي وانهم دلوقتي مش مرتبطين علشان تحاسبه ويحب مين وليه. وبتقول له انها هتدمر وينزداي وهتدمر كمان صاحبتها قامت، وهتخليهم يتمنوا انهم ما كانوش جم المدرسة دي. وبيسألها زفير عن السبب ليه هتعمل كده، وبتقول له لان وينزداي شايفة نفسها ومفكرة نفسها احسن من الكل، وبتمشي وبتسيبه. وبترجع وينزداي اوضتها وبتشوف ايمي وهي بتعيط، وبتعرف ان بيانكا السبب، فبتوعدها ان هي هتنتقم منها اشد انتقام، وبتطلب منها ايمي انها تنضم لفريقها في سباق المراكب، مع ان فريق بيانكا هو دايما اللي بيكسب ده لان اللعبة مفيهاش اي قوانين، وبيانكا اصلا حرية بحر وعلشان كده بتقدر تتحكم في المية وبتكسب كل مرة. فبتقرر وينزداي انها تكسب المسابقة. وقبل ميعاد المسابقة بتروح وينزداي للمكان اللي اتقتل فيه روان، وهناك بتشوف المأمور وهو بيدور في الغابة، فبتحاول تستخبى منه، لكن فجأة بيظهر تيلر من وراها وبيمسكها. وبعد ما المأمور بيمشي بيقول لها تيلر ان كلبهم كان ممكن يشم ريحتها، وبتسأله وينزداي ازاي الكلب ما شمش ريحتك انت، وبيوريها كيس بن في جيبه وبيقول لها ده بيشتت القوة بتاعت الكلاب حاسة الشم. وبعدها بيدوروا سوا على اي دليل يثبت لها ان كل اللي شافته ده كان حقيقة، وبتلاقي نضارة روان وبتعرف انها صح. وبيجي ميعاد السباق وبتكون سينج معاها، يظهر ان بيانكا متفقة مع واحدة صاحبتها بره المسابقة من الحريات علشان تنزل المية تغرق المراكب. وبتبقى وينزداي عاملة حسابها تزود شبكة في المركب بتاعتها علشان تصطاد بيها الحرية، وبتقدر تتغلب على كل الألعاب بتاعت بيانكا لحد ما بتوصل للجزيرة. وهناك بتنزل وينزداي الفريق بتاعها علشان تجيب العالم، وبتسيب سينج علشان يخلي باله من المركب بتاعتها. وفجأة بتتغير المكان من حواليها وبتقع وينزداي على الأرض، وبتشوف واحدة شكلها بالظبط وهي ماسكة كتاب غريب. وبعد شوية بتفوق على صوت بيانكا وهي بتتريق عليها، وبتاخد وينزداي العالم بسرعة وبترجع للمركب. بتبقى إيمت بوظت مركب المهرجين وبيكون فريق زفير، وبتفضل فريق بيانكا وينزداي واللي بتستخدم سلاح في المركب بتاعتها علشان تدمر مركب بيانكا، لكن بتيجي حورية تانية وبتزق المركب بتاعت وينزداي بعيد، وينزداي بتنزل سنج المية وبيضرب الحورية. وبعدها تقدر وينزداي تدمر مركب بيانكا وتكسب فريق البلاك كاتس لأول مرة من سنين. وبتشكر المديرة وينزداي على نجاحها وبتقول لها إنها رجعت الكاس لمكانه الحقيقي، وبتحكي لها عن والدتها اللي كانت قائدة نفس الفريق وهي كانت مساعدتها وكان أول مرة يكسبه بسببها. وبتمشي وينزداي وبيكون مش فارق معاها الفوز، كل السبب إن هي كانت عايزة تنتقم من بيانكا بس. وبتقعد لوحدها قدام تمثال كاتب مشهور، وفجأة
بتشوف نفس الرموز اللي شافتها على الصورة اللي روان وراها لها. الليل بترجع تاني للتمثال وبتقرأ الكتاب اللي على ايد التمثال، وبتعرف ان ده لغز وبتقدر ان هي تحله، واللي بيكون كلمة سر هتقدر بيها توصل لمكتبة سرية. وبتعرف مكان جماعة نايل شيل اللي كانوا بيتجمعوا فيه في الماضي، وبتلاقي عدد كبير من الكتب، وبتقدر توصل للكتاب اللي الصورة بتكون مقطوعة منه. ولكن فجأة يظهر شخص مجهول وبيخطفها، وبعدها بتفوق ونزداي وبتلاقي نفسها مربوطة وسط مجموعة لابسين أقنعة غريبة، وبتسمع صوت واحدة منهم وبتعرف إنها بيانكا، وبتطلب منهم إن هم يخلعوا الأقنعة لأنها عرفتهم وهي مش خايفة منهم لأنهم شوية فشلة. فبتسأل بيانكا الطلاب على اللي مفروض يعملوه معاها بعد ما كشفت سرهم. اقترح زفير إنها تأدي القسم وتنضم للمجموعة بتاعتهم، لكن وينزداي بترفض وبتقول لهم إنها أصلا مش مهتمة، وبتطلب بيانكا من زفير إن هو يفك إيدها، ولكن وينزداي بتطلع إيدها من ورا ظهرها وبتقول لهم إنها أصلا فكت نفسها. وقبل ما بتمشي بتقول لهم إن هم عار على جريمة الخطف، وبتمشي وبتسيبهم، وبتطلع وينزداي وبتسيبهم وبتطلع أوضتها، وبتقرأ أكتر عن الكتاب وبتشوف فيه باقي الصور اللي كانت مع روان، واللي بتكون فيها واقفة قدام واحد بيكون قائد لجماعة دينية متشددة اللي مهمتها كانت حرق السحرات وكل المنبوذين اللي زيها. وتاني يوم بيجي ميعاد احتفال المدينة، بتمج مجتمع المنبوذين بالناس الطبيعيين. يبقى المفروض في اليوم ده ان الطلاب بيساعدوا اهل المدينة في كل مكان يروحوا فيه، وبيبتدي يتوزع عليهم ورق على كل الطلاب كل واحد هيروح فين. وبيجي الوينزداي متحف قديم، فبتطلب من إيمت إنها تبدل معاها لأن ورقة إيمت كانت هتروح بيت الحجاج، وهناك وينزداي بتتسلل لمقر اجتماعات الحجاج وبتكون عايزة تعرف بقية اللي حصل واللي هيحصل هناك. وهناك بتشوف الكتاب اللي شافته في الرؤية واللي شبهتها كانت مسكاه، لكن بتلاقيه فاضي وبتعرف إن هو مزيف. وبتشوف لوحة مرسوم فيها قاعة الاجتماعات وقائد الحجاج واقف فيها، وبتعرف ان اسمه جوزيف، فبتقرر انها تروح لتايلور علشان يتسأله على المكان الحقيقي لبيت المؤتمرات الحجاج. فبيقول لها تايلور على مكانه اللي بيبقى في الغابة، وبيكون زفير غيران جدا ان هو بيتكلم معاها. وبتروح وينزداي للمكان اللي قال لها تايلور عليه، لكن مش بتلاقي غير بيت مهجور ومتكسر. لكن أول ما بتلمس الباب بتشوف شبهتها وهي واقفة قدام جوزيف، واللي بيتهمها إنها ساحرة ومشعوذة، وإن إبليس بعتها علشان تدمرهم. وبعدها بيفتح باب قاعة الاجتماعات واللي بيكون محبوس فيه كل المنبوذين أصحاب القدرات الغريبة، وبيرمي شبيهة وينزداي وسطهم. وبتشوف والدتها وهي بتطلب منها تهرب، تحاول تلاقي مين اللي قتلهم، وبتمشي وينزداي نفسها وراهم وبتعرف ان اسمها جودي. ولكن فجأة بيظهر وراها جوزيف ولها انهم مش هيهربوا منه، بيولع في اوضة الاجتماعات قدام عيون جودي. وبترجع وينزداي للواقع وبتعرف ان جودي هي واحدة من اسلافها من اكتر من 200 سنة، وبتعرف ان جوزيف كان عمدة المدينة واللي كان بيكره المنبوذين وقرر يحرقهم كلهم. وفجأة بتحس وينزداي بحركة ورا خشب من خشب البيت، وبتشوف الوحش وهو بيبص لها، فبتهرب بسرعة مع سينج. وبعدها بتشوف أثار لرجل الوحش وأثار لرجل بشرية، وبتعرف إن الوحش أصله بشري لكن عنده قدرة خاصة على التحول. وفجأة بيظهر زفير جنبها وبيسألها على إيه اللي بتعمله هنا، فبيقول لها إن هو عارف إن هي راحت الغابة لوحدها فكان عايز يطمن عليها، وبتحكي له على اللي حصل لها، وبيعرفها ان هو عارف ان هي عندها رؤى، وبيقول لها ان كل اللي بتشوفه ده ملوش علاقة بالواقع. وينزداي بتعرفه ان روان كان عنده حق واكيد في حاجة وحشة حصلت. بتسأله اذا كان اتواصل مع روان بعد طرده من المدرسة، وبيقول لها ان هو بعت له رسالة ان هو هيجي يتزحلق معه على الجليد زي السنة اللي فاتت، وقال له ان هو مش فاضي مع انهم ما راحوش للتزحلق اصلا.
وعلشان كده هو مصدق إن في حاجة وحشة حصلت لروان. ده بيروحوا سوا للمدينة، وهناك بيتم تنصيب تذكار لمؤسس المدينة اللي بيكون جوزيف، اللي بيكون مسؤول عن المحرقة اللي حصلت لأجدادها. وبتستغرب إزاي المديرة بتوافق تحضر حفلة زي دي، وده أكتر شخص بيكرههم. وبتتفق مع سينج إنهم يحرقوا التمثال، بتخليه يرمي بنزين جنب التمثال وبتولع فيه، وبتتقلب المدرسة كلها. والمديرة بتشك إن ويني إزاي هي السبب، وبتروح تواجهها وهي ما بتنكرش، وبتسألها لو تعرف القصة الحقيقية لجوزيف، وما بترضاش المديرة تقولها حاجة. فبتقول لها لو انت فاكرة بتصرفاتك دي هتكسبي تعاطف المنبوذين اللي زيك، وعلشان تبقي عارفة سكان المدينة دول ساكتين علشان خاطر احنا بنديهم فلوس كتير لأهل المدينة وجوزيف العمدة كمان. فبتقول لها المديرة ان هي تعبت منها ومن تصرفاتها، وبتطلب منها انها تخرج برا مكتبها. بنروح للغابة وبيظهر الوحش وبيقتل واحد من المتشردين، وبيظهر زفير وفي تعوير في رقبته كأنه كان بيتخانق مع حد، وبيبقى خارج من مكان غريب بيقفل الباب وراه. وفي نفس الوقت بيظهر تيلر وهو في حوض الاستحمام وهو بيتنفس تحت المية. وفي المكتبة بتظهر ميسيس جينز وهي بتدخل المكتبة السرية، وهنا وينيس داي بتتسلل للمشرحة علشان تعرف معلومات أكتر عن الوحش. وفجأة استنوني بقى في الجزء الجاي، ولو الجزء ده عجبكم ما تنسوش الإعجاب، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كانت معاكم غادة، وسلام.